السلام عليكم خوت صباح، كلشي مزيان بخير؟ شتي شعبك كلشي بوحدك؟ نتمنى تكون بخير وعلى خير. نتمنى كتفرجوا في هذا الفيديو غيكون خفيف ظريف كيما هو نيت. المهم ما نطولش عليكم، ابوناو و فعلوا داك الجرس و ديروا واحد لايك واحد كومنتير زوين. يلا نبداو. سيداتي سادتي، مرحبا بكم في مطبخ رشيد اللي كنقدموا فيه جميع الوصفات باش انك دير وصفه ناجحه، لي فيديو ناجح اللي يطلع لك في الطوندونز المغربي. باش انك دير هذا الفيديو ما عليك غير انك تتبع المقادير التاليه. كناخذوا جوج معالق ديال الله ينعل حياه با تمك، كنزيدوا عليهم جوج قبسات ديال ها هو تما ها هو حبدا يكون بهذا الطول، وكنضيفو عليهم 3 غرام ديال نصوص ولا مطلع، وكنزيدو عليهم 5 غرام ديال تختار الهضرة، ومن بعد كنضيفو عليهم جوج معالق ديال اوف يا بنات. وملي كنخلطو هادشي كامل كنمرقوهم بواحد العنوان بحال شاهد قبل الحج، او هذا ما قاله فلان، او شاهد فضيحة فلان. ومن بعد تندخلوا الفرن، تندخلوا هادشي للفرن، وهانتوما صحاب طونطون في المغربي.